السلام عليكم بنات ومرحبا بكم، احلى متتبعات قناه ام عثمان زيدات. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير بألف خير وتمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم ان شاء الله في الموديلات اللي خدمت اليوم، وغنبدا لكم اول حاجه بالموديلات اللي وجدوا ديال الطرز الرباطي، واللي كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. غنبدا لكم باول موديل اللي هو جلابه مطروزين فيها الكميمات. شوفوا معايا، شفتوا ده لون غوز، توزي فيها الكميمات بجوج اللي كيجي الشكل ديالهم بحال هكا بحال هكا، كتجي رشمة عريضة في الكم، يعني ما كتحتاج انك ديري فيها السدورة، كتجي رشيمة عريضة في الكم وبخديمة متقونة. شوفوا ومطرس فيها القب، هذا اول موديل البنات مطروزه بالوينات. كيفاش اختاريت الوينات البنات؟ درت الالوان اللي كاينين في الفولار، الالوان اللي في الفولار هما اللي طرست بيهم. غندوزو لتاني موديل اللي هو هذا، اللي هو هذا البنات، شي حاجه كتجي كيجي راقي في المنظر ديالو، طبيعة الحال خدمه متقونه، يعني كيجي بهذا الشكل هكا بحال هكا، هنا مطروزين فيه الدوفال ومطروزه فيه الكميم، كيجي الكميم حتى هو سليزه. هذه مطروزه بدقه الذهب او غرزه الذهب، شفتوا كي كتجي؟ كتجي روعه، كتجي روعه يا البنات، اللي بغاها مرحبا به. ومطروز فيها القب، شوف القب حتى هو كيبان لك راه غرزه الذهب ديال بصح نيت، شفتوا ها انتما كيفاش جات؟ شوفوا الخدمه كيف دايره. هذا ثاني موديل، علاش كنبغي نطوي البنات؟ كنبغي نطوي باش ما يتكمشوش ليا، يعني باش راه كنسالي التصوير صافي كنعيا، كنبغي نمشي نرتاح صافي، كنلقى راسي بعدا اللي حطيتها راني طويتها. كاين موديل اخر بنفس الرشمه، يعني بنفس الرشمه البنات، وشوفوا معايا الكحل ليا البنات شحال كيجي مع البرونز، عرفتي الكحل بالبرونز؟ زعما اللي ما دايراش جلابه كحل وطرزها بالبرونز راه ما دايره والو، كيجي الكحل بالبرونز واعر البنات، كيجي خطير وكيجي راقي في اللبسه. يعني داك لبسه جلابه مطروزه بالبرونز، واو. شوفوا معايا شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا الكحل بهذيك الغرزانيت ولا بهذيك الدقة، كتجي واعرة. غنبعد ليكم شي ملي كنبعد كتبان الصورة حسن، ها انتوما يا البنات شتو كيف جات؟ تبارك الله ما شاء الله طلعت واعرة وبصحة مريمة، مريمة اللي أول مرة هي غنطرز ليها هادو الكمين. شتو معايا كي كتجي؟ وهذا الكم الثاني، يعني كمين بجوج باش نوريكم اشنو طرست فيها. والقب حتى هي القب كيجي بحال هكايا، شوفوا البريون ديال الصم وشوفوا الدقه كي كتبان، يعني اللي كيشوفك من بعيد ما كيعرفها، ما كيعرفها طرز، ما كيعرفها خياطه، ما كيعرفها عقيق، يعني كتبان ليه غير رشمه راه فيها البريون. وغنبقاو مع اخر موديل نطوي، هذه حتى هي انا كندير غير داك الطويان ديال باش ما تكمش، متى كنرجع وغنجمع كل حاجه في الساشيه ديالها، نجمع كل حاجه في البلاستيكات، كنجمع كل حاجه في البلاستيكه ديالها باش نبقى غير كتجي السيده كنبدلها الساشيه، يعني كنكون كلشي مقاده. غندوزو الاخر موديل اللي هو جلابه باللون الاسود، وان شاء الله غنوريكم واحد جلابه واحده اخرى، لقيت غير لقيت راسي مخليها الفوق مع بغيت تشبك،
جات واعره حتى هي ديك الكحله. هذا هنا الكحل في الكحل، وعشق اللون الكحل في الكحل. هذه رشمه بلديه حتى هذه عجبتني. الناس هاد الرشمه الصراحه ما كتموتش، هاد الرشمه كتبقى من اروع الرشيمات. شفتوا ملي كنقرب راه كيضرب الشعر ما كيخليش الرشام يبين. شوفوا شوفوا الخدمه كيف جات فيها. هذه رشمه بلديه جات واعره البنات مع الكحل في الكحل. ما عرفتش كي غندير سنبينو ليكم. ها كابينه مزيان شفتوا، ها هي هكا بانت مزيان. مطروزين في مطروزين فيها سطوره بجوج، ومطروزين فيها الكميمات، والبلدي كيبقى دائما بلدي. شفتوا كي جات الكميمات بحال هكا. واحد القضيه نقولها لكم، شي بحال اللون الكحل واخا طرزي الكمام، انا كيعجبني الكحل في الكحل ندرس فيه الكمام، ندرس فيه ما كيجيش مشارجي، ما كيجيش معيق كيف ما تنقولوا، ما كيجيش تخي شارجي. يعني واخا كطرزي فيه بزاف كيجي كيبقى معلوم في اللون، ما كيبقى يبارك عليك البريون ديال شي حاجه راه كاينه في الكم، ما كتمليش منه. ومطروز فيها مطروز فيها القبه البنات، مطروزه فيها نفس السلسه في القب. يعني هادو هما الموديلات اللي خدمت، ولا هادو هما الموديلات اللي وجدوا. ان شاء الله انا اي حاجه وجدت البنات انا معاكم فيها ونوريها لكم. بالنسبه لهاد الرشمه البلديه راه غنخدمها حتى في لبسه البنات، غنخدمها غنخدم تكشيطه. عندي كوموند ديال تكشيطه بالرشمه البلديه. هاد الرشمه نيت جاوني جوج تكاشط، ماشي غير وحده، الله الا جوج البنات بهاد الرشمه البلديه، ماشي بالخيط، غتخدموا بالصم بهاد الرشمه البلديه. وان شاء الله غتشوفوا انا حنتي الحاجه اللي كتعجبني كنفرح نبغي نطرزها، نبغي نطرزها باش نعرفها كي غتجي. هاد الرشمه البلديه غتجي روعه روعه، وان شاء الله معقلوا معايا، انا قلتها لكم غتجي فنه بالصم، غتجي واعره في اللبسه، وغتبقى ديك اللبسه مولاتها مع عمرها ما دي موضه ليها. البنات طريقتي انا ملي كنسالي راه هذه الطريقه اللي كنسالي اي حاجه كنختار في البلاستيكه ديالها، يعني كنخدم وكنجمع. المهم هادو هما الموديلات اللي وجدوا، اللي شافت جلابتها راه تعرف راسها راه جلابتها موجوده وواجده. تجدي هادشي اش كنصور لكم موديلات ملي كيساليو باش اللي بغات جلابه ديالها اولا شافت جلابه ديالها وجدات تجديها. واحد التوضيح البنات، بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على الخدمه، انا قلت لكم البنات نحيد غير حوايج العروسه، هما اللي عندي تقريبا كنحس بهم معطليني، غير حوايج العروسه نحيدهم. راه مرحبا بكم، واللي بقى اللي غيصبر على النوبه ويشد النوبه راه على الراس والعين، راه ما كرهتش. دابا شوفوا البنات دابا الحمد لله ولا معايا العوين، يعني نقدر نطرز ونزيد نجتهد. الانسان ملي كتكون ملي كيكون العوين راه كتعطي اكثر. راه ما كرهتش، قلت لكم نطرز لكم كاملين ان شاء الله البنات. احنا فاش كنا نقولوا المدرسه غتجي غيدخلوا الدراري مدرسه وغي، ولكن دابا ما عرفناش واش المدرسه غتكون ولا ما غتكونش، باقي حنا باقيين حايرين. المهم اللي كاينه كاين ليها الله سبحانه وتعالى، كل حاجه بالاجل ديالها. والله العظيم ما عمرنا ما نتسرعوا في شي حاجه، يعني لا خدمه لا زواج لا حوايج لا لبس، يعني كل حاجه اللي مكتبها لك الله غدركيها ولا غتلبسيها راه تلبسها. شحال من وحده كانت باغا تلبس حويجها في العيد، في العيد ديال الفطر وراه عاد داو حوايجهم، يعني شحال من وحده بزاف 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 بزاف. يعني اللي مكتبه لي شي حاجه راه غيوصل ليها غيوصل ليها. الانسان اللي يطلب غير الصحه والسلامه في حاليا، حنا في الظروف الحاليه يطلب غير الصحه والسلامه. بالنسبه للاخوات اللي كيعيطوا على التعلال، بزاف اللي كيعيطوا على التعلال، انا راه ماشي ما غنعلمش ما باش نعلم، ولكن نتوما راه كتعرفوا الانسان الا جا عندك يتعلم، يعني ما يمكنش تبقى تعلم ودايره كمامه انت، ما يمكنش انا نبقى نعلمك ودايره انا كمامه، وما يمكنش نعلمك ونتكالك، يعني ضروري غنتكى نشوف الخدمه ديالك، يعني خاصني وانا من داك النوع اللي خاصني نبقى نشوف لك قريبه لك، يعني وهذاك التقارب ما 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 مزيانش ما مزيانش. وانتم كتعرفوا المحل عندي راه ماشي شي محل كبير البنات، يعني راه محل صغيور بزاف، وراه ما بغات حتى شي حد ما بغات حتى شي حد شوفوا ما بغات حتى شي حد يبقى يدعي معايا يقول يا ربي اوعى ما توسع المحل ان شاء الله ويسهل عليها حسب ربي. وراه كنقولها دائما ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا مستعده ان نبقى نعلم، مستعده نبقى نعلم. واللي كيأسفني بزاف هو انه ما كاينينش جمعيه ديال تعلم الطرز الرباطي، ما كاينينش. اللي كيأسفني بزاف انه ما كاينينش اقسام اولا فروع ديال تعلم الطرز الرباطي. يعني كان راندا كروشي كاع الصناعات اللي عليك الرسم السيراميك
الا الطرز الرباطي اللي ما كاينش شي اللي تعلمو. وهذا الشيء علاش كناشدوا الناس المسؤولين والناس اللي عندهم علاقه بالصناعه. يعني ام عثمان زيدات كتوجه هذا النداء، لاي اي واحد عنده قدره على انه يحرك شي حاجه بحال هكا، ولا يعطي فرصه ديال الناس يتعلموا سواء في الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء. ماذا بنا، لان بزاف كيتصلوا بيا على ود التعلم. يعني ربما الالاف اللي كيتعيطوا عليا على قبل انهم باغيين يتعلموا، وباغيين يتعلموا بالفلوس، ماشي باغيين يتعلموا كاع فابور. باغيين كيقول لك شوف احنا نخلصوك وغير علمينا، ماشي مشكل احنا نخلصو عندوك. شحال هذه يعني كيعطوني شي عطا شي اسمينه، انا كنبقى نشوف ديك الاسمينه، غير نتعلموا الطرز الرباطي ونتعلموا باحترافيه ومتقون. ولكن كنشوفوا البنات راه واخا كاع نبغي نعلم، راه مره وحده اللي غنقدر نعلمها، حيت عندي ماكينه وحده البنات، ما عنديش بزاف الماكينه، ماكينه وحده اللي غنقدر نعلم. يعني بالمره يعني بوحده بالوحده، وما يمكنش انا غنبقى نعلم وانا حاليا كنخدم. يعني خاصني حتى نقاد الامور ديالي. ولكن كيف يسهل عليا البنات الله، وانا حاسه ان قريب الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، غنبقى نعلم. وكنعاود نوجه النداء، كنتمنى اي وحده راجلها ولا خوها ولا عنده علاقه بالصناعه ولا عنده علاقه انه ينشر هذا الكلام اللي كنقول، الله يجازيكم بخير. ديروا في الجمعيات اقسام او لا شي قسم يكون خاص بالطرز الرباطي، ولا شي ماكينات خاصين بالطرز الرباطي. يعني كنشوفوا حنا ان مالكنا غير هاد الخطاب، واخا كان موضوع شويه على الحجر، لا، ولكن دائما في الخطابات ديالو كيحفز وكيشجع الصناعه التقليديه، وكيشجع الصناع التقليديين. وانا من هذا المنبر انا واحده منهم اللي ان شاء الله غناضل باليد اليمنى، ان شاء الله غادي نناضل وغادي نكافح وغادي نبقى نحب الصناعه ديالي وغنبقى نحب المهنه ديالي، ولو نوصل فين موصلت غتبقى الصناعه التقليديه فوق راسي. ومستعده انني نعلم، ان شاء الله. انا بغيت نقاد غير الموازين ديال الحياه ديالي، ونقاد غير داكشي اللي بغيت بصراحه، بغيت ندير غير شي سكنه فين تحول ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الحاجه الوحيده اللي كنخدم عليها ان شاء الله، ندير داري نتحول، ندير شي مجازة كبيره خاصه غير بالتعلم. هذه ان شاء الله هذه من الاماني اللي كنخدم عليها ليل ونهار باش انني نوصل ليها، وبالدعوات ديالكم ان شاء الله غنوصل ليها البنات ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالدعوات ديالكم غنوصل ليها ان شاء الله. كيف ندير داري؟ ما غنبقاش نخدم بداك الجد، غنبقى نعلم. غناخذ هذه الماكينات اللي خديت جديده البنات، غناخذ منها شي 4 ولا 5 ونبقى نعلم. وكنعاود نقولها، كنتمنى من المسؤولين وكنتمنى من الناس اللي كبار واللي قادرين على انهم ياسسوا جمعيات ولا ياسسوا اقسام خاصه بالتطريز الطرز الرباطي، كنقول لهم الله يجازيكم بخير. ام عثمان كطلبكم واحد الانسانه شغوفه، واحد الانسانه محبه للعمل ديالها، واحد الانسانه اللي كتحمق على شي حاجه اسميتها الصنعه. يعني شي حاجه ديال الصنعه راه نكون مريضه البنات، والله العظيم نكون مريضه غير نحس براسي وليت شويه نوض نقلب على الماكينه. والو ما تقدرش شي حاجه، عرفتي شي واحد يقول لي حيدي الماكينه، راه بحال كيقول لي حيدي نص ديال القلب ديالك. والله العظيم شي واحد يقول لي حيدي الخياطه وهاد الخيوط وهاد الاجواء ديال الخيط، يعني انا نقدر نمرض لحيت الخيط هادشي كامل. ولو ما عرفت فين، واخا فين وصلني الله، انا غنبقى ديما نبقى نخيط ونقلب على خيوطه ونقلب. الله يسهل عليكم البنات كاملين، والله يفرحكم كاملين. وكنتمنى صوتي يسمع، وكنتمنى هاد الفيديو تبارطاجا في نطاق واسع باش يوصل. هاد كل ما بارطاجا هاد الفيديو، راه انتم العيالات، هادشي راه من صالح ديالكم انه يدير لكم جمعيات ويدير لكم اقسام فيهم طرز رباطي. ما تبقاوش تطلبوا شي حد يعلمكم، ولا تبقاو ولا تعيطوا والناس يقولوا لكم لا ما كاينش، ولا كانت شي فرصه بحال هكايا وكانت شي حاجه قريبه بحال هكا، مستعده نعلم ان شاء الله. يلا السلام عليكم البنات، يلا بارطاجيو باش يدير لكم جمعيات ولا اقسام في كل يعني في حي المسجد. شي راه كاين الحمد لله، الحاجه اللي كاين الحمد لله ان مالكنا داير المبادره والتنميه البشريه، وانا من الناس اللي خدوا جوج ديبلومات من المبادره والتنميه البشريه. يعني حاجه كنفتخر بها وكنعتز بها، وكنت باغيه ان نزيد حوايج اخرين غير ظروف العمل اللي ما كتساعدنيش، والوليدات باقيين صغار. هي اما الحمد لله كاين اقسام ديال الطبخ، كاين اقسام ديال المعلوميات، كاين اقسام ديال الفصاله والخياطه، كاين الاشغال اليدويه، كاين اللغات، كاين محاربه الاميه، كاين يعني كاين فروع كثيره. ولكن هذه ديال الطرز الرباطي ما انا درت اقسام وكاين لي صال كبار
كاينين ولكن ما كاينش طرز رباطي. المهم حنا صوتنا حنا قلناه والنداء ديالنا قلناه، وكنتمنوا تكون شي اذن صاغيه اللي تستجب ان شاء الله النداء. يلا صبحوا على خير البنات، وما تنساوش تخلوا جيم ولا تبارطاجوا هذا الفيديو باش يوصل ان شاء الله الناس المسؤولين، الناس اللي عندهم قدره على انهم يخلقوا فرص بحال هكا ديال العيالات انهم يتعلموا. انا العيالات غنبقى نحارب معاكم ولا ما الا شوفي ان شاء الله كيف تخلي انا اموري. انا بعد ما جيت ان شاء الله غنبقى نعلم انا من الناحيه ديالي اولا من قد اموري، انا غنبقى نعلم هذيك الساعه. هذيك الساعه غنكون انا موهبه الوقت ديالي للتعلم. غيكون وليداتي ديك الساعه شويه كبروا، تكون ياسمين شويه ديك 9 سنين 10 سنين، غتكون ديك الساعه شويه جمعت راسها شويه، ماشي بحال دابا كلشي باقي صغير، يعني كلشي محتاجك انك تكوني معاه. يلا بنات بسلام عليكم والى اللقاء.